فأنا أهلي هم الفضل أصلا، الأب أكتر يعني يعني، بابا أكتر ولا ماما؟ بابا وماما يعني الكفتين قد بعض بالظبط، لأنه طبعا علشان زياد يوصل ويبقى أول على مستوى العالم في مهرجان الموسيقى العربية اللي هو أنت الأخير يعني. أنا تمام، أيوه وأول على مستوى الجمهورية 5 مرات على التوالي في ما شاء مسابقة الله. إبداع، أيوه هم تعرضوا لأقصى أنواع الظروف اللي ممكن حد يتخيلها علشان يعني أوصل للي ايه أنا اكتر وصلت له. يعني، قول لنا كده ايه اكتر تحدي كان بيقابلكوا او بيقابلك انت كزياد، وبيقابل والدك ووالدتك كمان في رحلة او مسيرة الدعم ليك؟ بصي هقول لك، هو انا خلينا صراحة كده مع بعض، انا كحد كفيف اكيد اهلي يعني او اي حد من اهل اي حد كفيف يعني بيحسوا وقلبهم يعني ضعيف شوية، فانا لما ابتديت مثلا اركب مواصلات لوحدي او اتحرك لوحدي في كل مكان سواء طيران مثلا او مواصلات عادية، كان بابا وماما بيقلقوا عليا قوي لدرجة ان ماما ما كانتش بتعرف تنام، يا فدي حبيبتي طبعا صعوبة من الصعوبات قلب القاسية الأم. جدا. والتنمر بقى يعني الكلام اللي هو في بعض كده من الكلام كان بيزعل بابا وماما، بس انا طبعا من اعدادي ما بقتش ازعل، يعني اللي هو ابقوا ربعي بس. والله برافو ما عليك. شاء طب الله والله عليك، ما شاء والله الله يعني، شوف الثقة ما في شاء النفس، الله قالك ما ابقوا شاء الله ربعي صح. وبعدين يبقوا قولوا الحاجات اللي بتزعل. طب تسلمي. خلينا كمان تقول لنا ايه اهم فعاليات، يعني انت قلت كده سريعا، عديت على شوية حاجات بس برضه علشان الناس تعرف، ايه اهم الفعاليات اللي انت حصلت عليها، اللي انت شاركت فيها؟ انا شاركت في حفله قادرون باختلاف اللي طبعا طبعا بيعملها سياده الرئيس كل سنه، ايوه شاركت في قادرون باختلاف 3 وقادرون باختلاف 4، ما شاء الله. وقادرون باختلاف 3 طبعا غنيت مع الموسيقار الكبير استاذ عمر خيرت، كان بيعزف معايا غنيت زي ما هي احبها، وقادرون باختلاف 4 غنيت تتر البدايه والنهايه في مسرحيه كان فيها الاستاذه هنا الزاهد واستاذ محمود حميده والفنان حسين الجاسمي غنى في المسرحيه برضو معانا، ما شاء الله فيعني دي حاجة من أهم الفعاليات.